يكون زوين يجي زوينه. صراحه انا كيعجبني هذا الميني بطبوط في رمضان، ما عرفتش واش نتوما بحالي لا زوين ولا لا، ولكن تيجيني في رمضان في قبل الدكتور حسن رمضان ياك. ايوا الحمد لله، الله يبلغنا ان شاء الله رمضان بخير وعلى خير. تفضلي لاله فاطمه زهره. ناخذ 300 غرام ديال الطحين. 300 غرام ديال الطحين، جوج معالق كبار ديال الخميره ديال العجينه، نعم، معلقه ديال الزبده كبيره، نعم، رشيشه ديال الملح والماء باش نجمعوا العجينه ديالنا. نعم. الحشوه كناخذوا نص كيلو ديال الدجاج ديال السدر، جوج فصوص ديال الثومه، معلقه صغيره ديال الخرقوم، نعم، معلقه كبيره ديال الموطارد، معلقه كبيره ديال الزيت، معلقه صغيره ديال البزار ومليحه. كنخلطوا العجينه ونعجنوها في الماء دافي وكندوزوا دابا لهذا وكنبسطوها على عده قطع نورمالمون صغيورين باش يجي بطبوط صغيور. وكندوزوا الطريقه ديال الحشوه، نهرسوا الثومه ونقطعوا الدجاج رقيق ونقليوه مع نزيدوا الملحه والزيت والخرقوم وداك البزار ولا موطارد. نعم. ومنين كتوجد لاصوص ديالنا الحشوه، نعم، كنكونوا ديجا طيبنا البطبوط وكنفتحوه، نعم، وكنديروا شويه ديال الكيتشوب هي الاولى، كندوزوا معلقه ديال الكيتشوب في وسط البطبوط، نعم، وعاد نديروا الحشوه ديالنا وكنذوقوا البطبوط ديالنا. كناخذوا داك العويدات، نعم، ونخشيو فيها زيتونه بالعظم ونتكوها وسط البطبوط باش كيجي واحد الديكور زويون ان شاء الله. الديكور ديما غيجي مع الوصفات ديالك زوين. شكرا لك لاله فاطمه زهره. دابا نوجدوا ان شاء الله ونحطوا في الصوره ان شاء الله. ان شاء الله ونحاولوا ان شاء الله تحاولي يعني تجتهدي في هذا الكونت ديالك اللي مشى لك باش ترجعي لاله فاطمه زهره ان شاء الله. الله يعاونكم لاله، وتحيه لك وكاع الطاقم ديال راديو بليس. ووفاء كتبلغ لك السلام. يسلم على الخير، وبغينا نسمعوا صوت وفاء اليوم وتبارك الله عليها ان شاء الله.